محور روضتي. روضتي. من هذه؟ رولا. رولا صديقتنا؟ رولا. الدسوقة؟ رولا. 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 قلنا الروضة، ما هي الروضة؟ ماذا يوجد في الروضة؟ روضة كيتزي، أحلى روضة، يعني روضة كيتزي. قلنا الروضة هي بناية جميلة توجد فيها قاعات واسعة، فيها قاعات واسعة وفيها العديد من الورشات على ورشة الألعاب، ورشة ورشة الصلصال، أحسنت يا أحمد، على ورشة الألوان، ورشة القص والتلصيق، وكذلك عندنا العديد من الأركان على ركن المسرح وركن السوق وركن الترتيب وركن المطبخ. لذلك الروضة هي روضة جميلة، روضتنا جميلة، توجد فيها العديد من الأشياء الجميلة، الألوان. شنو آخر فيها الروضة بتاعنا؟ فيها الألوان، فيها الألعاب، وماذا يوجد أيضا فيها؟ فيها الصلصال على العديد من الأشياء الجميلة. قلنا اليوم سنختتم محور روضة، لذلك سأروي لكم قصة رحلة رولا، رحلة رولا، الدعسوقة رولا، لا الدعسوقة رولا. كانت رولا بلا ألوان ولا نقاط، رولا، رينا رولا بلا نقاط وبلا ألوان، بلا نقاط وبلا ألوان. قالت لها أمها الدعسوقة حنون: رولا عليك بالبحث عن نقاطك وألوانك. قالت لها ماماتها صباح أنت مش تمشي يا رولا، تمشي تشوف على ألوانك وعلى النقاط. امشي تير هي تير ولا تمشي هي الدعسوقة رولا؟ تير. عندها جناح؟ يا روي جناحات رولا، يا عندها زوج جناحات رولا. قالت لها هي بيضاء اللون، ندوها ما عندهاش ألوان ما عندهاش نقاط. قالت لها يا رولا امشي تير، أنت عندك جناح جناحات، امشي شوف الألوان والنقاط بتاعك. تعرف رولا عالية، رأت بناية جميلة في روضتنا احنا، حيطانها ملونة ومرسوم عليها نحل وفراشات، نحل وفراشات. البناية بتاع الروضة فيها نحت وفيها فراشات. تنبعث من تلك البناية أصوات أطفال يلعبون ويمرحوا، إنها روضة الأطفال. مشيت رولا حطت على شباك الروضة، لقات برشا أطفال يلعبوا، برشا أطفال يلعبوا داخل القصر، شوك برشا فراشات، ألوان، أزهار، محليها روضتهم، هي فيها برشا رسومات، برشا ألوان. مزيانة الروضة ولا مزيانة؟ دخلت، دخلت رولا البناء، دخلت الروضة رولا، فوجدت قاعات واسعة فيها كراسي وطاولات صغيرة، وفوق الطاولات ماذا يوجد؟ أقلام وأوراق. ماذا يوجد فوق الطاولة؟ أقلام وأوراق. أحسنت يا بيا. قالت رولا: يا لها من ألوان جميلة، فهذا أحمر وذاك أصفر والأزرق. شو لقات رولا فوق الطاولة؟ برشا ألوان، الأحمر والأصفر والأزرق. الأحمر والأصفر، أحسنت يا بنات، نعم الأحمر، أحمر، إحنا درسنا اللون الأحمر والأصفر والأزرق، الخط برشا ألوان فوق الطاولة. شنو آخر هي شافت رولا؟ شنو آخر؟ رأت الأطفال في ورشة القص أو يقصون بعض الأشياء كما الدائرة، إحنا شنو درسنا؟ الدائرة، كذلك يوجد المثلث والمربع والمستطيل، والمستطيل، أحسنت يا أحمد، والمستطيل. دخلت مشيت شفت برشا أطفال يلعبوا. شنو آخر هي؟ شنو لقات في الطاولة؟ صلصال، صلصال، شو نعمل بيه احنا الصلصال؟ شو نعمل بيه الصلصال؟ نعمل بيه برشا اشكال هندسية، نعمل بيه الحروف، باهي؟ احسنت يا احمد، زاد نلقى برشا الخطوط، اكل الاطفال يعملوا الخطوط، الخط العمودي والخط الافقي وجميع الخطوط الاخرى. ويعملوا
مشتغلون في تلوين رولا الدعسوخة رولا كل واحد